السلام عليكم حبيب قلبي، ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب. رمضان كريم عليك. اتفضل اقمر. ايه مش فاهم درس الحياه الكروموسوميه الشاذه كله؟ الدرس كله مش فاهمه يعني؟ حتى ما فهمتش مني اي حاله؟ ده ليه؟ ده انت كنت فين؟ كنت غايب. طب انت غايب عايز تفهم ازاي يعني؟ انا هفهمك الدرس ازاي، هبعته لك عبر اللاسلك يعني وانت قاعد في بيتكو يعني ولا ايه؟ خلاص يا فندم اتفضل اتفضل، يلا مع السلامه عشان تغيب كويس. اتفضل يا عم. بلا دكتور بلا مش دكتور، انت خليت فيها دكتور خالص. اتفضل يلا مع السلامة. غياب 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 غياب. لا وعايز يفهم. طب هتفهم ازاي يعني؟ انا هفهمك الدرس ازاي وانت غايب يعني؟ هعمل ازاي؟ انت غايب وعايز تفهم الدرس يعني؟ هو المفروض انت تغيب وتفهم الدرس كمان؟ هعملها ازاي انا؟ هعملها ازاي؟ A few moments later. الطبيعي واللي احنا عارفينه يا شباب ان التركيب الكروموسومي للذكر عبارة عن 44 كروموسوم جسدي زائد XY، والتركيب الكروموسومي للأنثى عبارة عن 44 زائد XX. لكن سنة 1942 الدكتور هنري كلاين فلتر اكتشف حالة جديدة، لقى ان التركيب الكروموسومي بتاعها عبارة عن 44 زائد XXY. يا دكتور انت لسه قايل لي ان الذكر 44 XY والأنثى 44 XX، طب ده يا دكتور 44 XXY، فده ذكر ولا أنثى؟ قالك والله الذكر ذكر لأنه عنده Y، والأنثى أنثى لأن ما عندهاش Y، فده عنده 44 XXY فعنده Y فهيكون ذكر. أي نعم يا شباب هو ذكر، لكن بسبب إنه عنده كروموسوم جنس زيادة X بما يحمله بقى من صفات جنسية أنثوية، فهتلاقي طاغية عليه الصفات الأنثوية شوية، فهتلاقي عنده نمو في حجم الثديين مثلا، وكمان هتلاقيه عقيم لأن الخلايا اللي بتولد الحيوانات المنوية مش موجودة، فبالتالي ما عندوش حيوانات منوية فبالتالي هيكون عقيم. طب ايه يا دكتور سبب الحالة دي؟ بص يا سيدي، الطبيعي يا شباب ان البويضة عبارة عن 22 زائد اكس، لكن ذكر كلاين فلتر ده امه طلعت بويضة شاذة عبارة عن 22 زائد اكس اكس، وابوه عادي طلع حيوان منوي 22 واي. 22 و22 يبقى 44، واكس اكس زائد واي هيبقى اكس اكس واي اللي هو التركيب الكروموسومي لذكر كلاين فلتر. قبلها باربع سنين يا سيدي سنة 1938 الدكتور تيرنر اكتشف حالة جديدة، ولقى ان التركيب الكروموسومي بتاعها عبارة عن 44 زائد اكس بس. يا دكتور مش الطبيعي يا اما 44 اكس اكس فتكون انثى يا اما 44 اكس واي فيكون ذكر؟ طب ده يا دكتور بقى عبارة عن 44 اكس بس، فده ذكر ولا انثى؟ قال لك الذكر ذكر لانه عنده واي، والانثى انثى لان ما عندهاش واي فدي هتكون انثى. لكن خلي بالك هي عندها اكس ناقص بما يحمله من صفات جنسية أنثوية، لأن الطبيعي 44 XX، هي 44 X بس، فهي عندها X ناقص بما يحمله من صفات جنسية أنثوية، فهي هتكون أنثى غير مكتملة الأنوثة. فأول عرض من أعراضها يا شباب إنها عندها نقص في الهرمونات الجنسية، عشان كده ما بتقدرش إنها توصل لمرحلة البلوغ، وكمان هتلاقي عندها قصر في القامة يعني قصيرة يعني، وهتلاقي عندها كمان بعض العيوب الخلقية في القلب والكلى. طيب إيه يا دكتور سبب الحالة ديت؟ لك كان عندنا بويضة شاذة عبارة عن 22 بس، مفيش كروموسوم جنسي هنا، وكان عندنا حيوان منوي طبيعي 22 اكس، ف 22 و22 44 واكس زائد بس هيبقى اكس بس، فيبقى عندك 44 اكس بس اللي هو التركيب الكروموسومي لانثى ترنر. خلي بالك انت ان كل المشاكل عندنا جايه من البويضات، لكن احنا الرجاله عندنا زي الفل. ومن الدكتور ترنر في بريطانيا سنه 1938 الى الدكتور داون في بريطانيا برضو لكن سنه 1866. خلي بالك بريطانيا في الطب ما بتهزرش. الدكتور داون يا شباب اكتشف حالة جديدة، لقى ان التركيب الكروموسومي بتاعها عبارة عن 45 زائد XX لو هي انثى، او 45 زائد XY لو هو ذكر. مالك يا دكتور هنا غيرت النغمة ليه؟ يعني انت كل الحالات اللي انت كنت بتكلمني فيها من شوية الخلل بيكون في الكروموسومات الجنسية، يا اما عندنا كروموسوم جنسي مش لاقينه، يا اما عندنا كروموسوم جنسي زيادة، انما انت هنا لقيت عندي كروموسوم جسدي زيادة، يعني الخلل هنا في الكروموسومات الجسدية، لان هنا التركيب الكروموسومي 45 زائد XX او 45 زائد XY، والطبيعي هو 44 XX او 44 XY. طب يا دكتور الكروموسوم الزيادة ده بيكون من نصيب انهي زوج؟ قال لك بيكون من نصيب الزوج رقم 21. طب يا دكتور الاعراض اللي بتظهر على متلازمة داون؟ قالك والله بيكون عنده تأخر في النمو، وعلى تأخر في الفهم، على الوجه بتاعه بيكون بيضاوي يعني شبه البيضة يعني، وكمان بيكون عنده قصر في القامة يعني قصير يعني، وبيكون عنده قصر في أصابع اليدين والقدمين، وبيكون عنده قصر في الأذن وتحدب وضيق في العينين. طب ايه يا دكتور السبب في الحالة دي؟
قال لك والله يا اما يكون عندنا بويضه شاذه وحيوان منوي طبيعي، يا اما حيوان منوي شاذ وبويضه طبيعي. يعني مثلا بدل ما البويضه تبقى 22 زائد اكس بس، لا بتكون 23 زائد اكس، والكروموسوم الزياده ده بيكون في الزوج رقم 21. لو انت كده عملت الزوج 23 اكس مع 22 واي، ف 23 و22 45، واكس واي هيبقى اكس واي اللي هو 45 اكس واي، اللي هو التركيب الكروموسومي لذكر متلازمه دوي.